فتكون حلقة جديدة بكل المقاييس وبكل المعايير. حلقة تتعلق اليوم بالكورنر محمد أمقران ذو 35 سنة والذي قاد انقلاب 1972. من يكون هذا الرجل؟ ما هو مساره التعليمي والتكويني؟ وكذلك ما هي الأفكار التي راودت قبل أن يخوض هذا الانقلاب؟ ثم كيف تأجل هذا الانقلاب بسبب المرض؟ ثم اليوم الموعود للانقلاب، وفي النهاية النهاية الدرامية لهذا الشاب الذي كانت ينزع إلى وضع آخر ولم يكن يهمه أي شيء بسبب مرضه وبسبب مواقفه الشجاعة حتى داخل المحكمة العسكرية بعد أن حكم عليه بالإعدام. يسعدنا اليوم أن نقدم شخصية محمد أمقران، وهو رجل يفضل دائما أن يكون رجلا قويا لا متواربا وليس راجعا إلى الخلف. رجل تصفه الكتب التاريخية بأنه رجل العزم والإقدام، وهو مهندس انقلاب 16 غشت 1972. كبدايات كل انقلاب هناك تخطيط، هناك تصميم، هناك استراتيجية، هناك البلان المخطط A والمخطط B، وكذلك يعني هناك الإقدام وهناك الشجاعة. الزمن زمن السبعينات، زمن الأفكار الثورية، وهذه في عجالة أهم الأفكار التي يمكن أن تقود شخصا ما في التفكير في الانقلاب على النظام. بإعاز من طبيعة الحال من وزير الدفاع آنذاك محمد أفقير الذي فشل الانقلاب الأول عام 1971. يجب أن نتذكر أن هذا الرجل يعني محمد أمقران يعني شاب من مواليد 1935 يجب أن نتذكر من يكون محمد أمقران أو شخصية محمد أمقران. هو من مواليد 1938 بالريف، كان يتمتع بجسم رياضي قوي، يمتاز بالاستقامة، وعلى المستوى الاجتماعي كان صادقا في أفعاله وأقواله، ويحتفظ بالعديد من الصداقات سواء من الأصدقاء الذين درس معهم أو الزملاء الذين درس معهم أو من شخصيات عسكرية أو سياسية. على المستوى الشخصي يمتاز بالذكاء، ويمتاز كذلك أنه كان يقظا وعلى مستوى عال من الثقافة. على مستوى التواصل له قدرة كبيرة في الإقناع، يتواصل بشكل جيد، يصمم، يخطط، له رؤية وله استراتيجية. على المستوى العائلي تزوج من ألمانيا روز مالي هيل، وهي التي كانت تشتغل بالمكتبة الألمانية بالمحكمة بالقاعدة العسكرية، بالقاعدة العسكرية الأمريكية بالقنيطرة. أنجب منها طفلان رشيد و
ياسمينة. هذا فيما يتعلق على المستوى الشخصي. على المستوى المهني هناك نوع من التدرجات، أنه تلقى تكوينا في المجال العسكري وفي مجال الطيران بمراكش، ثم انتقل كذلك إلى تكوين بمدينة طور بفرنسا مخصصة للضباط، ثم تكوين ثالث بمدينة توليدو الإسبانية، مراكش فرنسا إسبانيا، يعني هناك تعدد في اللغات، تعدد في المعارف، تعدد في المكتسبات. ثم تخرج ضابط من الأكاديمية الأمريكية. هذا الرجل له صداقات طويلة مع الكوموندو غويرا، وستتوضط هذه العلاقة ابتداء من تواجدهما كزملاء بمراكش، ثم في نفس الرحلة إلى فرنسا، ثم العودة مجددا إلى القاعدة الأمريكية بالقاعدة العسكرية بالقنيطرة. نقطة الالتقاء بين أفقير وأمقران ابتدأت من 11 غشت 1971، واستمرت إلى مارس 1972. هذه الزيارات ابتدأت حينما التقى أفقير أمقران الشاب، وكان خائفا من مجريات الانقلاب الأول، وطمأنه الرجل وقدمه ليصبح مسؤولا عن القاعدة العسكرية بالقنيطرة. كما قلت بأن هذه اللقاءات ستتجدد بين أفقير ومحمد أمقران، وبإعاز من أفقير الذي أوعز إليه بالقيام بانقلاب ثاني، وستتجدد هذه اللقاءات، وسيتم تعيينه مسؤول عن هذه القاعدة خلفا لمحمد بحنيني. هذا اللقاء أثمر، يعني هذا اللقاء بين الرجلين أثمر بشكل سري على مجموعة من اللقاءات، وأثمر كذلك على خطة الانقلاب. يعني كنقطة ثالثة، محمد أمقران والانقلاب. ابتدأت هذه المحاولة انقلابية باستنطاق أفقير، استنطاق أمقران من طرف أفقير بالقاعدة، وكذلك أن ما دفع محمد أمقران إلى خوض غمار هذا الانقلاب هو تأثره الشديد بعمليات الإعدام التي تعرض لها رفاقه في سكنة هرممو دون الخضوع لسلطة القانون، وهذا ما أجج هذا الشعور. يعني وعمره يعني 33 سنة، يعني شاب في ريعان شباب مقبل على الحياة، يرى منظرا يعني لم يستصغه بشكل جيد. ثم عدم الإيمان أو الإيمان أمقران المطلق بأن العاهل المغربي الحسن الثاني أنذاك لم تكن له رغبة في إصلاح الأوضاع داخل البلاد. هذا على مستوى المستوى المعطيات، يعني السياسية والاقتصادية والأوضاع الداخلية والخارجية للبلاد، ولكن هناك سبب يعني نفسي وسبب شخصي يتعلق بمرض أمقران. يعني تأخر هذا الانقلاب أكثر من مرة، لأن أمقران يعني فوجئ بمرضه وكثير المرض، ثم ذهبه إلى المستشفى العسكري في دجنبر 1971 بالرباط، ثم تفاقمت حالته الصحية بعد ذلك، وتم نقله من طرف أفقير إلى مساحة مستير فان
يعني وبدأت حالته تسوء، وبدأت يعني المحاولات الجادة للانقلاب، ثم العودة مرة أخرى إلى القاعدة الجوية في فبراير 1972. وخلال هذه الفترة سيزوره أفقير ما بين مارس 1972. وأخيرا نقل محمد أمقران إلى مستشفى بن سينا العسكري، إلى مستشفى بن سينا، ولقاؤه بالوافي، وهناك تصريح يعني خطير جدا لمحمد أمقران بعدما علم بإصابته. سيتم قصف مطار الرباط سلا، وبعدها سيتم قصف القصر الملكي بشكل تخريبي في كل مكان، و ستظهر في المعالم فشل هذا الانقلاب، وبعدها سيأمر الملك الحسن الثاني بمحاصرة القاعدة العسكرية بالقنيطرة، ولجوء أمقران يعني بعدما خاب ظنه إلى جبل طارق، وسيستسلم يعني ستسلمه السلطات البريطانية إلى السلطات المغربية رفقة مساعده آنذاك. لكن الأمر الأكثر غرابة أنه في اليوم الموالي يعني بعد تسليم أمقران سيتم الإعلان عن انتحار وزير الدفاع محمد أفقير، الرجل يعني الثاني في المملكة، يعني من يعني الذي يقود هذا الانقلاب بشكل متستير، ويضع في الواجهة شاب هو اللي محمد أمقران. ربما من الاستنتاجات داخل هذا السياق أن هذه الخطة الانقلابية يعني من مكر التاريخ أنها لم تنجح، أو ربما لأن الحظ كان حليف الملك الراحل الحسن الثاني. ثم سنأتي إلى المحطة الأخيرة، وهنا ستظهر شخصية أمقران بشكل جيد جدا، أنه شاب شجاع لا يخاف ولا يهاب، وله تصور واضح حول الأوضاع وحول المجريات السياسية واقتصادية والاجتماعية في المغرب، بمعنى أن الرجل كان عازم العزم، يعني متيقدا مفكرا في أسوأ الاحتمالات، وأسوأ هذه الاحتمالات هو تقديمه ورفقة نصر واحد إلى المحكمة العسكرية، ومجموع من حكموا في هذه المحاكمة يصل إلى 220 عسكري، حكم على أمقران وعلى قويرة بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في 13 يناير 1973، بعد جلسات ماراطونية طويلة داخل المحكمة. أكد محمد أمقران أنه بالفعل أنه بصدد القضاء على الملك والتآمر على النظام الملكي وتغيير النظام دون إراقة لأرواح الأبرياء، مختما يعني قولته
ان يعني داخل المحكمه او داخل اطوار المحكمه ابان الشاب محمد امقران عن شجاعه قل نظيرها، وهو يدافع عما كان يقوم به، وختم قولته الشهيره: كنتم تعتقدون انكم ستتخلصون مني الى الابد، لن يحدث هذا ابدا، انا الذي ساقود العمليات. في إشارة ضمنية منه إلى أنه كان مصاب بالسرطان، وأنه يعني أن هذا السرطان سيأتي على القضاء عليه، ولذلك كان يفكر أنه يعني أمامه ليست له مجموعة من الخيارات بقدر ما له خيار واحد، هو القيام بهذا الانقلاب مهما كانت النتائج التي سيتحملها فيما بعد ودون إراقة لدماء الأبرياء، يعني بإعدام أمقران وقويرة. والمحاكمات العسكرية ستبدأ صفحة جديدة من تاريخ المغرب، سيتولى الحسن الثاني زمام الأمور وسيتحمل المسؤولية الكاملة في كوزير للدفاع وفي الشؤون العسكرية بصفة عامة، وستطوى بداية مرحلة متشنجة مع القصر. محمد أمقران نموذج من الشخصيات المغربية في القرن العشرين، يعني هاله ما شاهده من انتفاضة 65، وهاله الكثير من يعني التصرفات التي كانت يقوم بها آنذاك العاهل المغربي تجاه المعارضين. ولذلك يعني قرر رفقة أفقير، محمد أفقير وزير الدفاع، أن يقود هذه المحاولة الانقلابية الثانية التي باءت بالفشل. كان له جانب ذاتي وشخصي، يعني إحساسه بالامتعاض من محاكمة رفاقه الذين قادوا انقلاب 1971 بالهرممو، ثم هله كذلك أن الأوضاع لم تتغير قيل أنملة ووجب أن يتصدى لها، ومهما كانت التضحيات ومهما كانت الخسائر. حاولنا في هذه الحلقة أيها السادة والسيدات أن نقدم يعني ولو ملمحا صغيرا عن الكولونيل محمد أمقران. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونتمنى أن تدعموا هذه القناة يعني بمزيد من الأفكار وبمزيد من الدعم والتشجيع وتفعيل الجرس. وإلى لقاء آخر، لكم كل المودة والتقدير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.